السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة سأتناول فيها تطبيقا أو تمرينا يتعلق بدرس المتتاليات السنة الثانية بكالوريا. إذن فهو طبيعة الحال بالنسبة حتى بالنسبة للطلبة اللي دايرين بيوف يمكن يستفيدوا كذلك من هذا التمرين. إذن الأسئلة هي كالتالي: نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة بما يلي زيرو إيكال صفر، يعني هو الحد الأول للمتتالية، وعندك UN بلس أن إيكال تروا UN موان دو أوس أن. إذن أول سؤال هو بين بأنه لكل أن من أن UN أصغر أو يساوي الصفر. إذن هنا المسألة بين أنه تستعمل غالبا إما تستعمل الترجع أو تستعمل التأطير. إذن نقول من أجل أن تنتمي إلى أن، نأخذ أن إيكال صفر، لدينا زيرو إيكال ماذا؟ إيكال صفر. هل هذه النتيجة تحقق أو العلاقة؟ بطبيعة الحال هي كاينة، إن خص تكون أصغر أو يساوي صفر، و نقول هو صفر فهو أصغر أو يساوي صفر، إذا فهو صحيح. هذه المسألة، هذه لابروبوزيسيون أو هذه العبارة صحيحة. الآن نفترض، نقول نفترض أنها، أي العبارة صحيحة بالنسبة لأن، ولنبين أنها صحيحة بالنسبة لأن بلس أن. يعني خصنا نبينو بأن أن بلس أن هي أصغر من الصفر. إذن بما أن لدينا كلكو سوا أن ينتمي إلى أن، نعرفوا بأن جوج أوس أن فهي أكبر أو يساوي الصفر، وبالتالي موان جوج أوس أن تكون أصغر من الصفر. لماذا قمت بهذا العمل؟ يعني لأن يو أن بلس أن ما هي إلا تروا يو أن موان دو أوس أن. بما أن يو أن أصغر من الصفر، يعني أن تروا يو أن أصغر من الصفر وموان دو أوس أن أصغر من الصفر، وبالتالي هذه كلها غتكون أصغر من الصفر. إذن فيتضح أن حتى يو أن بلس أن فهي أصغر من الصفر. بين أن المتتالية تناقصية، إذا تناقصية خصني نقلب على يو أن بلس أن موان يو أن، نحسبهم هي تروا يو أن موان دو أوس أن موان يو أن. يعني شنو هي؟ غتعطيني هي دو يو أن موان دو أوس أن. إذا كما في السؤال السابق يو أن أصغر من صفر، يعني أن دو يو أن هذا لو تيرم هذا أصغر من صفر، ناقص واحد لو تيرم أصغر من صفر، غتبقى النتيجة دائما أصغر من الصفر، أي أن يو أن بلس أن أصغر من يو أن، وبالتالي أقول بأن يو أن فهي تناقصية. إذا هاد السؤالين فهما أسئلة بسيطة. ننتقل للسؤال الثالث: لتكون المتتالية العددية في ان بحيث ان اصغر اكبر او يساوي صفر، حيث في ان هي جوج اوس ان موان يو ان، بين ان المتتاليه هندسيه. اذا عندما اقول هندسيه اساسها 3، خاصك تبين بان في ان بلس ان تساوي كي فوا في ان. هذا الدرس خاصك تكون عارف الامور هذه، هي منها غادي تنطلق. اذا غنقلب على في ان بلس ان، سي كوا في ان بلس ان؟ هي 2 ان بلس ان موان يو ان بلس ان، يعني هي 2n plus 1 moins 3un plus 2osn. تعرف بأن 2n plus 1 نكتب هي 2 أوس ان fois 2 moins 3un plus 2osn، يعني هي 2n fois plus 2 هي شحال؟ هي 3 fois 2osn moins 3un. غادي نعمل ب 3 غادي تعطينا هي 2osn moins un، ستادير هي 3 ماذا؟ 3 في ان، وبالتالي نقول بأن المتتالية، إذا في ان فهي متتالية هندسية أساسها كي إيكال 3، وكون جاوبت على السؤال. ننتقل الآن إلى أحسب في ان ثم يو ان بدلالة ان. إذا بما أن في ان متتالية هندسية، ماذا يعني هذا؟ أن في ان إيكال في زيرو كي أوس ان. حاول نشير هذه المسألة هذه لأنها مهمة. إذا كان الحد الأول هو في زيرو، ولكن إذا كان الحد الأول هو في ان غنديرو هي في ان كي ان موان زان.
اذا ماشي غير تحفظ وصافي، خاص تحفظ وتعرف وقتاش تكتب كل علاقه في الوقت ديالها، تعرف كيفاش توظفها. اذا في زيرو خاص نقلبوا على في زيرو، سي كوا في زيرو؟ اذا في زيرو هي جوج اس زيرو موان زيرو، يعني جوج اس زيرو هي واحد ناقص صفر هي واحد، اذا في زيرو هي واحد. اذا غنقولوا اذا في ان سي كوا؟ سي في زيرو اللي هي واحد كو، لقينا هي 3 اس ماذا؟ اس ان، فوالا في ان بدلاله ان. ثم يو ان، لدينا من خلال التعبير ديال يو ان عندنا لدينا في ان سي دو اس ان موان يو ان، من هنا استنتج يو ان سي كوا؟ هي جوج اس ان موان في ان، ستادير هي جوج اس ان موان 3 اس ان. دونك هذه هي يو ان بدلاله ان، دونك يو ان نكتبها هي 2 اس ان موان 3 اس ان. فوالا الان احسب النهايه ديال يو ان. اذا بالنسبه للنهايه عندنا ليميت ديال يو ان هي لا ليميت ديال 2 اس ان موان 3 اس ان. تلاحظوا بان هنا كي اكبر من واحد، اذا ليميت ديال هذه بوحدها هو لانفيني وهذه لانفيني، دونك الشكل غير محدد. هذه اشاره خاصك تكون عارفها بان عندما تكون عندك واحد لا ليميت واحد متتاليه هندسيه في ان ايكال كي اس ان، اذا كان كي اصغر من واحد كي اس ان يعني النهايه ديالو هي الصفر، ولكن عندما تكون كي اكبر من واحد فالنهايه بلس لانفيني. اذا خاصني ندير في هذه الحاله غادي نحاول ندير لا ليميت بلس لانفيني، اما نعمل بجوج اس ان ولا نعمل ثلاثة اس ان. اذا نعمل ثلاثة اس ان غتعطيني هي جوج اس ان على ثلاثة اس ان، يعني غندير هي جوج اس ثلاثة اس ان، وتبقى عندي هنا ناقص واحد. اذا هذا اصبح اصغر من صفر، الليميت ديالو هو الصفر، وغتبقى عندي ناقص واحد هي موان واحد، وهذا ثلاثة اكبر من واحد، اذا الليميت ديالو هو بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني من تيبي بار موان زا شنا هو؟ هي موان لانفيني. إذا غنقول بأن لا ليميت ديال يو ان عندما تؤول ان إلى بلس لانفيني هو ماذا؟ هو موان زا. فوالا. إذا هادو كتلاحظوا بأنها كلها أسئلة بسيطة شيئا ما. تيبقى السؤال الأخير هو اللي شوية خاصنو هو اللي جدفعني باش نتقاسم معكم أو هاد النوع من التمارين. إذا قالك نضع اس ان إيكالا اي زيرو بلس حتى يو ان موان ز، وقالك بين بأن اس ان إيكالا صغر. إذا اس ان سي اي زيرو بلس يو ان بلس ماذا؟ جوسكا يو ان موان ز. إذا هنا ما عندي حتى شي معطى على المتتالية يو ان، ولكن عندي في ان هي اللي عندي عليها معطى هو انها متتاليه هندسيه. اذا غادي نحاول نكسبريمي هاد يو ان بدلاله في ان. او عندي يو ان ايكال كوا؟ ايكال 2 اس ان موان في ان، بمعنى ان هاد يو زيرو غتكون هي ماذا؟ هي 2 اس زيرو موان في زيرو بلس يو ان. شنو هي يو ان؟ هي 2 موان في ان، 2 اس ان بلس 2 اس ماذا؟ 2 موان في 2 اكسيتيرا جوسكا 2 اس ان موان ز موان في ان موان ز. اذا هنا غادي نحاول نغروبي هاد، عندنا 2 اس 0 بلس 2 اس ان بلس 2 اس 2 بلس جوسكا ماذا؟ 2 اس ان موان ز موان ماذا؟ في 0 بلس في 1 جوسكا في ان موان ز. اذا هنا خاصنا نلقاو المجموع ديال هذه، ثم المجموع ديال هذه، المجموع ديال هذا معروف خاصني نحاول. اذا باش نوضح الامور غنحاول نبوزي هنا مثلا هي هذه دوبل في زيرو بلس دوبل في ان بلس حتى دوبل في ان موان ز موان هاد لو تيرم هذا نخليه بلاصتو. اذا بالنسبه لي انا يعني دوبل في ان الى وضعت دوبل في ان هي جوج اس ان، يعني ماذا نلاحظ؟ بغيت نبين بان هذه راه متتاليه هندسيه، يعني دوبل في ان بلس ان ماذا تساوي؟ هي 2 فوا ان بلس ان، ستادير هي 2 فوا
دو أوس إل، يعني هي ماذا؟ يعني كأن هذه المتتالية هذه هي ماذا؟ هي دو فوا دبل في إن، بمعنى آخر أن هاد دبل في إن بلس إن اللي هي دو فوا دبل في إن، يعني أن دبل في إن دبل في إن هي متتالية هندسية أساسها ماذا؟ هو جوج. وبالتالي إذا بغيت ندير المجموع ديال هذه المتتالية هندسية، إذا خصني ندير غنقول بأن إس إن هو مجموع ديال هذه المتتالية هندسية اللي هو يعطيني هو دبل في زيرو، أن موان كو، كو بالنسبة ليا شناهي؟ هي دو، عدد لي تيرم أن موان زان موان زيرو بلس أن هي أن تيرم سور أن موان دو، بلس ماذا؟ أوبيان موان مجموع المتتالية ديال هذه معروفة، يعني المتتالية الهندسية هي في زيرو، أن موان كو، كو هي تلاتة أوس أن، لأن أن موان زان موان زيرو بلس أن هي أن تيرم سور ماذا؟ أن موان كو، إذا غتعطينا هي دو أوس أن. سي بيان لأن دبل في زيرو، لأن دبل في زيرو سي كوا؟ دبل في زيرو هي دو أوس زيرو هي واحد، دوكا شحال خليت أنا هادي هي واحد، عاود تبان هنا غتعطينا ماذا؟ هي دو أوس أن، لأن أن موان دو هي موان زان غتولي دو أوس أن موان زان بلس أن موان تروا أوس أن، لأن أن موان تروا هي موان دو مع هاد الموان غتولي بلس، دونك غادي سيغ ماذا؟ سيغ دو، دونك غادي نحاول واحد المقامات دو ان دو ان خليتها المكان ديالها. بالنسبه لهذه غتعطينا ماذا؟ موان عندنا ا موان 3 ان موان 2، ها هي لو تو سور 2، دونك فوالا 2 غتعطينا موان 2 كاين بلس، موان 2 فوالا موان 2 بلس ان موان 3 ان، يعني شنو هي؟ هي 2 اوس ان بلس ماذا؟ موان 3 أوس أن موان زان سيغ دو، أو بيان غنكتبها بحال الشكل، هي دو أوس أن موان أن بلس 3 أن سيغ دو. إذا هذه النتيجة المتوخاة. إذا تلاحظوا بأنه السؤال الأخير هو السؤال اللي شوية تحتاج إلى تفكير شوية وتحتاج إلى مجهود أكبر. إذا دائما غادي نحاول نبحث على بعض المتتاليات من السهل الى الصعب حتى باش تكون تصعبوا هاد المعطيات وهاد الدروس اللي هي خاصك تكون عارف كيفاش تلقى مجموع ديال المتتاليه سواء كانت هندسيه او حسابيه، لانه غالبا تتعطى في الامتحانات. اذا اشكركم على انتباهكم واتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.